السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي طالبي وطالبات الصف الأول الثانوي في حلقة جديدة من برنامجكم سر التفوق. أهلا وسهلا بكم. النهاردة الحلقة الثانية بدأناها من أسبوعين، كلمنا مع بعضنا في أولى الحلقات على الألفابيتو، نطق الأبجدية الإيطالية، تمام؟ وعرفنا إزاي نطق الحروف وإن اللغة الإيطالية بتميزها حاجة مهمة، إن كله كي سي برونونشا سي سكريفي، كل ما ينطق يكتب او كل حرف مكتوب بيتنطق زي ما هو. واتكلمنا برضو في الحلقه السابقه عن ازاي اتعرف على نوع الاسم، وقلنا ان الاسم في اللغه الايطاليه بينقسم الى ماسكيلي سينجولاري وماسكيلي ماسكيلي سينجولاري وفيمينيلي سينجولاري، مفرد مذكر ومفرد مؤنث. وشفنا برضو الجمع، ازاي اعرف ان نوع الاسم ده جمع بلورالي ماسكيلي او بلورالي فيمينيلي، جمع مؤنث وجمع مذكر. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه جديده ونتعرف على فعلين مهمين جدا في اللغه الايطاليه، اون فيربو سيكياما، فعل سيكياما اسري، فعل اسمه اسري، فعل يكون. ونتعرف بعديها ان شاء الله عن فعل تاني سيكياما فيربو افيري، فعل تاني اسمه فعل افيري اللي هو يملك، من اهم الفعلين او فعلين مهمين جدا في اي لغه اوروبيه. طيب وبعد ما ندرس الفعلين دول نشوف مع بعض تمارين ونقدر نعمل كونفرزاسيوني بسيطه كده، محادثات اقدر من خلالها انا اعرف نفسي او اتعرف على شخص ايطالي. طيب تعالوا نشوف مع بعضنا كده اول فعل النهارده مطالبين بيها موجود عندنا في المنهج. لو بصينا كده على الشاب فيربو سيكياما فيربو اسرم، فعل اسر يعني فعل ايه؟ يكون. طيب تعالوا نشوف اول حاجه تصريف فيربو اسر اللي هو يكون، عاوز اقول انا اكون، انت تكون، وهكذا. لو بصينا كده مع بعض نقرا مع بعضنا ايو سونو، ايو سونو انا اكون، تو سي، تو سي انت او انت تكوني، لوي لي اي، لوي لي اي. طبعا تصريف لوي او لي مع فعل اسر نفس التصريف اللي هو هو او هي تكون. نوي سيامو، نوي سيامو، فوي سيتي، فوي سيتي، لورو سونو. زي ما احنا شايفين ان مع الضمير ايو انا والضمير لورو اللي هم نفس تصريف الفعل في البؤس ايو سونو لورو سونو. طبعا فعل مهم جدا لازم يتحفظ علشان مستخدم كتير جدا وقابلنا في كتير من في الامتحانات او وانا بقرأ الجمل. طيب نعيد اخر مرة كده، ايو سونو، تو سي، لوي لي اي، نوي سيامو، فوي سيتي، لورو سونو. تمام. طيب تعال نشوف كده امثله على فيربو اسري كده، نشوف مع بعضنا. اول مثال ممكن يقول لي ايو سونو باولو، طبعا بالفعل ده اقدر اعرف نفسي واقدر اكون جمل كتيره جدا. ايو سونو باولو انا اكون ايه باولو، ممكن اقول ايو سونو ماريو، ايو سونو كارلو، اي اسم اقدر اقدم بيه نفسي. رقم اتنين، تو سي ايطاليانو، تو سي ايطاليانو يعني انت ايطالي، تو سي ايطاليانو. لوي اي ايطاليانو، لوي اي ايطاليانو يعني هو يكون ايطالي. لي اي برافا، لي اي برافا يعني هي تكون بنت شاطره، برافا يعني شاطره. نوي سيامو اميتشي، نوي سيامو اميتشي، طبعا معنى كلمه اميتشي اللي هي اصدقاء، نحن نكون أصدقاء. طبعا خلاص من أميتشي، طبعا الكلمة دي نوعها جمع مذكر أو ماسكيلي بلورالي زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت، قدرنا نتعرف على نوع الاسم في اللغة الإيطالية من آخر حرف في الكلمة. تمام. فوي سيتي، فوي سيتي ستودنتي يعني أنتم تكونوا طلاب، ستودنتي يعني إيه طلاب، فوي سيتي ستودنتي. تمام. شوف كده مثال تاني، loro sono italiani، loro sono italiani يعني هم يكونوا ايطاليين. تمام. طيب قبل ما نحل التمارين تعالوا دلوقتي نتعرف على حاجه مهمه جدا، ان في الامتحان ساعات ما بيجيبش الضمير مباشره كده عشان اختار الفعل السر. بمعنى ايه؟ يعني مش يجي مثلا يقول لي نوي سيامو ايطاليانو، نوي بتاخد سيامو، ممكن بدل ما يجيب لي الضمير نوي اللي هو نحن يقول لي مثلا ايو اي كارلو، انا وكارلو. طب انا وكارلو دي معناها ايه؟ طبعا معناها كانها نوي، نحن. ممكن بدل ما يجيب لي ضمير في الامتحان يقول لي لوي هو، ممكن يجيب لي اسم يقول لنا ماريو، كارلو، باولو، كيارا، اليسيا، اي اسم.
بدل ما يجي لي بطريقه مباشره كده يقول لي مثلا كارلو اي ماريو سونو اميتشي، يعني كارلو وماريو بيكونوا اصدقاء، ممكن ايه بدل الضمير يجيب الاسم زي ما شفنا دلوقتي، بدل ما يجيب لورو يجيب ايه اسمين. طيب تعالوا نتعرف مع بعضنا على شكل التركيبات ديت اللي ممكن يجيبها لي، بدل ما يجيب لي الضمير يجيب لي شكل التركيبات دي. تعالوا نشوف مع بعضنا دلوقتي ونعرفها، عشان دي مهمه جدا هتساعدني لغايه ثالثه ثانوي، او تساعدني عامه في اللغه الايطاليه في فهم قواعد كتيره وخاصه اسئله الافعال. نبص مع بعضنا كده، لو شفت مثلا التركيبه دي بيقول لي ايو اي كارلو، انا وكارلو. طب انا وكارلو دي كانها ضمير ايه؟ طبعا كانها ضمير نوي. ايو كارلو ايو باولو، انا وباولو مثلا، يبقى كانها ضمير ايه؟ نوي اللي هو نحن. ضروري جدا اعرف شكل التركيبات دي. طيب رقم اتنين، لو قلت لك مثلا تو اي كارلو، طبعا كلنا عارفين تو يعني انت، اي كارلو انت وكارلو، كانها ايه؟ نحن ولا انتم؟ طبعا كانها انتم اللي هي ايه؟ فوي. يبقى تو اي كارلو الشكل ده مثلا، تو اي ماريو، انا جايب كارلو هنا كمثال، ولكن ممكن يجيب لك تو اي اسم تاني كانه يا شباب فوي اللي هي انتم. طيب نبص كده رقم ثلاثة، لو لينا مثلا اسمين قال لنا كارلو اي ماريو او ماريو اي كارلو، طب ماريو وكارلو كانه نحن ولا انتم ولا هما؟ طبعا ماريو وكارلو كانهم هما، يبقى كانه ضمير ايه؟ لور. يبقى لو شفت اي اسمين كده كارلو ماريو سارة اي ندى باولو اي ماريا، يبقى كانه ايه؟ لورو. رقم أربعة، لو شفنا مثلا لي ستودنتي، طبعا لي ستودنتي يعني طلاب، جامعة. شفنا لي أميتشي الأصدقاء، إيجينيتوري الوالدين، كأنها ضمير يا شباب، كأنها ضمير لورو. يبقى لو شفت أي كلمة جمع كده يبقى اعتبرها كأنها ضمير إيه؟ لورو راجاتسي، يا أولاد، راجاتسي بنات، أيا كده، عشان لورو عندنا هنا بتيجي بمعنى هم أو هن. يبقى لو قابلني كلمة جمع هيبقى كأنها ضمير إيه؟ لورو. طيب لو شفت مثلا ماريوم، باولو، كارلو، اي اسم مفرد مذكر، بدل ما يجيب لي ضمير اللي هو لوي مباشره زي ما احنا شايفين، ممكن يجيبه لي على هيئه اسم ماريو كارلو. طب ماريو ده كانه انا ولا هو؟ طبعا كانه ايه؟ هو اللي هو مين؟ لوي. طيب نشوف تاني، لو قال لك مثلا ماريا، رانيا، ساره، كارلا، اي اسم بنت، فكانها ضمير ايه؟ ليه يعني ايه؟ هي. تمام. طيب نيجي ناخد بالنا بقى من حيث الفيرجولا دي يا شباب. طبعا عامة لما نلاقي الفيرجولا اللي هي الفاصلة ديت بيتغير ايه؟ بيتغير شكل الايه؟ الكلام خالص. لو شفت اسم كده وبعديه فيرجولا فاصلة، الفاصلة دي معناها ان الشخص واقف قدامي بكلمه، يبقى لازم اكلمه بضمير المنادى. يعني مثلا لو شفت ماريو فاصلة دي معناها، او فيرجولا عندنا باللغة الايطالية اسمها فيرجولا، دي معناها ان ماريو واقف قدامي، فكأنه ضمير ايه؟ كأنه ضمير تو. يبقى لو لقيت ماريو، كارلو، ماريا، سارة، ندى، ايا كان، اي اسم مفرد قبل الفصل يا شباب اعتبره الضمير تو اللي هو انت عشان واقف قدامي. طيب لو شفنا مثلا راجاتسي وفاصله فيرجولا، هنا لو بصينا كده قبل الفاصله اسم جمع، يبقى كده معناه مش شخص واحد اللي واقف قدامي، في ناس كتير واقفين قدامي، فهنا معناه ايه؟ فوي اللي هي انتم. فناخد بالنا كويس جدا من حته الفيرجولا او الفاصله، عشان لو شفنا مثلا ماريو وكارلو من غير الفاصله طبعا كانها لوي هو، اما لو في الفيرجولا ماريو وفيرجولا ساره وفيرجولا في فاصله، يعني ده معناه اللي هو واقف قدامي بكلمه بالضمير ايه؟ تو اللي هو انت. طيب لو بصينا مع بعض كده، ما قبل الفصل هنا ما جاش رقم 8، ما جاش اسم مفرد، جه جمع، راجاتسي، اولاد، جمع، طبعا دي كانها ضمير ايه؟ فوي اللي هي انتم، عشان الناس واقفين قدامي كتير. طب لو لقيت برضو اسمين قبل الفاصله، قال لك مثلا ماريو وكارلو، طبعا هو ما قالش ماريو كارلو سكت، لو قال ماريو كارلو سكت دي كانها الضمير لورو زي ما شفناها من شويه في رقم ثلاثه، ولكن هنا قال ماريو كارلو فيرجولا فاصله، دي معناه ان ماريو كارلو واقفين قدامي زي ما اتفقنا، الفيرجولا دي معناه ان الشخص واقف قدامي بكلمه، فهنا كانها الضمير ايه برضه؟ فوي. يبقى لو لقيت اي اسمين وبعديها فاصله كانها الضمير ايه؟ فوي. تمام. اخر حاجه بقى ودي مهمه جدا جدا عشان لازم نعرفها في اللغه الايطاليه، ان لو قابلت بالفاصله سينيوري استاذ، او سينيورا استاذه، او بروف، او دكتوري يعني دكتور، لو لقيت فيه لقب كده بالفاصله لازم، ما ينفعش اقول له تو انت، ولكن ما هي صيغه الاحترام في اللغه الايطاليه؟ في اللغه الايطاليه صيغه الاحترام عندنا هو الضمير لي، ضمير لي هو الفورما دي كورتيزيه، فورما دي كورتيزيه اللي هي صيغه الاحترام. فهنا لو في شخص كبير قدامي، لو استاذك مثلا في المدرسه السينيوري او بروف، هنا اعتبرها كانها ضمير ايه؟ لي اللي هو حضرتك. فضمير الاحترام في اللغه الايطاليه لازم نعرفه لغايه ثالثه ثانوي او عامه في اللغه الايطاليه هو الضمير لي، حتى لو اللي قدامي الشخص ده استاذ او استاذه.
ليه طبعا لوحدها بتيجي بمعنى هي، ولكن ده بيستخدموه في اللغة الإيطالية لصيغة الاحترام، معنى إيه؟ حضرتك. تمام كده؟ طيب بعد ما شفنا التركيبات المهمة دي، تعال نشوف مع بعضنا مجموعة تمارين ونطبق عليها وإن شاء الله إيه نحلها صح كلنا. نبص كده مع بعض. بيقول لنا هنا شيليري لا ريسبوستا جوستا، اختر الإجابة الصحيحة. قال لنا إيو ألتو، طبعا ألتو بمعنى طويل. يا ترى قول إيو سي، إيو سونو، إيو سيامو. لسه من شوية مراجعين مع بعضنا تصريفات فيربو إسري. الإجابة الصح طبعا إيو سونو، الإجابة رقم 2 إيو سونو ألتو، أنا أكون طويل. تمام. طيب نشوف مثال تاني. بيقول لنا نوي بونتيني أميتشي، عاوز أقول نحن نكون أصدقاء. يا ترى أقول نوي سيتي ولا نوي سونو ولا نوي سيامو؟ لسه شايفين من شوية نوي بتاخد إيه؟ طبعا نوي بتاخد سيامو اللي هو نحن نكون أصدقاء. طيب رقم ثلاثة، قلنا هنا مثلا رانيا نوا برافا، برافا طبعا يعني إيه؟ شاطرة. يا ترى أقول رانيا سونو، رانيا إيه؟ رانيا سي. طب تعالوا نفهم مع بعضنا، رانيا دي كأنها ضمير إيه يا شباب؟ صح، كأنها ضمير ليه. لسه شايفين من شوية لو جالنا اسم مفرد مؤنث كأنها ضمير إيه؟ ليه، ليه يعني إيه؟ هي. تمام. فليه ليه بقى بتاخد سونو ولا ايه ولا سي؟ طبعا رانيا كانها ضمير ليه، ففي الحاله ديت رانيا ايه برافا، رانيا تكون ايه شاطره. تمام كده نقلب. طيب نبص مع بعض هنا، قال لنا سيلفيا اي ماتيو، سيلفيا اي ماتيو جنتيلي، جنتيلي يعني ايه مهذبين. طيب سيلفيا اي ماتيو، طب دول اسمين لسه شايفين من شويه، سيلفيا ماتيو كانها نحن ولا هم؟ صح، كانها هم اللي هو الضمير بالايطالي اللي هو ايه لورو. يبقى سيلفي ماتيو اعتبرهم هنا كانها الضمير لورو اللي هم، وفي الحاله ديت لورو هتاخد ايه يا شباب؟ سونو، سيلفي ماتيو سونو جنتيلي. تمام. خمسه، بيقول لنا تو اكيارا ايطالياني، تو اكيارا ايطالياني، انتوا اكيارا ايطاليين. طيب تو واكيارا انت او انت واكيارا كانها ايه؟ نحن ولا انتم؟ صح، كأنها انتم اللي هو الضمير ايه فوي. يبقى تو كيارا التركيبه دي تو اي باولو تو اي كارلس شايفينها من شويه كأنها الضمير فوي، ففي الحاله دي هنختار يا شباب تو كيارا سيتي ايطالياني، انت وكيارا ايطاليين. تمام. طيب نشوف هنا باولو فيرجولا ايطاليانو، طبعا انا متعمد انا احط شرطه كده قبل الفيرب على تحت الفيرجولا الفاصله علشان ناخد بالنا منها، عشان لو ما حدش خد باله منها واعتبر باولو كده من غير فيرجولا يبقى الاختيار خاطئ تماما. طيب باولو فيرجولا، باولو فاصله، دي معناه ان باولو واقف ايه قدامي، عاوز اقول له باولو انت ايطالي. طبعا باولو فاصله دي كانها ضمير ايه تو، عشان معناه ان باولو كده واقف قدامي بكلمه يبقى اقول له تو اللي هو انت، ففي الحاله دي اقول ايه تو او باولو سي ايطاليانو. طبعا اخترت سي هنا عشان في الفيرجولا الفاصله دي خلت ان باولو واقف ايه قدامي بكلمه كانه ضمير تو. طيب رقم سبعه، نبص على بعضنا كده. راجاتسي فيرجولا نوفي اسكولا، يا اولاد انتوا جداد مثلا في المدرسه، نوفي اسكولا، يا ترى اختار سيتي سونو سيامو. طيب هنا في راجاتسي وفيرجولا معناه ان الاولاد واقفين قدامي ايه بكلمهم. طب دول مفرد ولا جمع؟ دول جمع اكيد، فاقول لهم ايه فوي انتم، عشان راجاتسي وفيرجولا يا اولاده فاصله معناه ان في ناس كتير واقفين قدامي، ففي الحاله دي اكلمها ايه بفوي. تمام. طيب لو خليناها فوي، يا ترى ايه الاختيار الصحيح بقى؟ يا ترى يبقى سيتي ولا سونو ولا سيامو؟ لو بصينا مع بعض كده على الشاشه هنلاقي راجاتسي سيتي نوفي اسكولا، فالاختيار الصحيح زي ما انتم شايفين هيبقى ايه سيتي نوفي اسكولا، سيتي نوفي اسكولا. رقم 8، يقول لنا ايو اي ماريو اميتشي، عاوز اقول انا وماريو ايه اصدقاء، هل اقول سيامو ولا ايه ولا سونو؟ طيب ايو اي ماريو، انا وماريو كانها ضمير ايه لسه شايفين من شويه، طبعا كانها ضمير ايه نوي اللي هي نحن، ففي الحاله دي اقول نوي او ايو اي ماريو سيامو اميتشي، انا وماريو نكون ايه اصدقاء. تمام. طيب لسه شايفين من شويه صيغه الاحترام، بروف وبعديها فيرجولا ايطاليانو، عاوز اقول يا بروف حضرتك ايطالي، ينفع هنا اكلمه بالضمير تو اللي هو انت؟ لا، لسه قايلين من شويه ان بروف وفاصله دي معناه اللي واقف قدامي، وصيغه الاحترام في اللغه الايطاليه اللي هي ايه؟ لي اللي هي حضرتك، ففي الحاله دي هتبقى يا شباب ايه؟ ايطاليانو.
ليه اخترت هنا ما اخترتش سي؟ عشان قلنا ان بروف سينيوري سينيورا اي لقب كده، حد واقف قدامي اعتبره الضمير ليه اللي هو حضرتك صيغه الاحترام، فاخترت هنا التصريف المناسب اللي هو اي ايطاليانو. طيب نور ديتشي لا ماكينا نوفا، طبعا ماكينا يعني سياره، لا ماكينا نوفا عاوز اقول عربيه تكون جديده، يا ترى اختار سونو ولا ايه ولا سيامو؟ طبعا ماكينا مفرد مؤنث زي ما احنا شايفين، فكانها الضمير ليه، ففي الحاله ديت الاختيار المناسب هيبقى ايه؟ ايه لا ماكينا ايه نوفا، لا ماكينا ايه نوفا، السياره تكون ايه جديده. 11 احمد ايجيتسيانو، احمد ايجيتسيانو عاوز اقول ان احمد ولد مصري، ففي الحاله دي اقول سونو ولا ايه ولا سيامو، طبعا احمد هنا كانه ضمير ايه، كانه لوي هو مفرد مذكر، ففي الحاله دي احنا عارفين كلنا ان لوي او احمد هنا بياخد ايه ايجيتسيانو، احمد يكون ايه ايجيتسيانو. نبص هنا مثلا ماريا بيلا، ماريا بيلا، ماريا تكون بنت جميله، هل هنا اقول سونو ولا ايه ولا سيامو؟ نرجع هنا طبعا لسه شايفين من شويه ان قلنا التحولات، ماريا دي كانها ضمير ايه، طبعا كانها ضمير لي اللي هي هي، ففي الحاله دي اقول ايه ماريا ايه بيلا، ماريا تكون بنت ايه جميله. تمام طيب كده خلصنا مع بعضنا الجزء الاول من الحلقه، وهو بيتكلم عن فعل مهم جدا اللي هو فيربو اسري اللي هو فعل يكون. تمام وقدرت اقول مثلا ايو سونو باولو، ايو سونو ماريو، ايو سونو جيتسيانو، انا اكون مصري، انا اكون باولو، انا اكون ايطالي، اقدر اعرف نفسي. وبعد شويه بعد ما ناخد فيربو افيري مع بعض ونشوف تصرفاته، اجيب لكم كده 3 اسئله محادثات كده اقدر من خلالها انا ايه اقدم نفسي او اتعرف على شخص ايطالي، او اعملها كمحادثات مثلا مع زمايلي في المدرسه. تمام تعال نشوف دلوقتي فعل مهم جدا في اللغه الايطاليه وهو فيربو افيري. يعني ايه افيري يا شباب؟ اللي هو يملك. عاوز اقول كده انا عندي قلم، انا عندي سياره، انا عندي عجله وهكذا. فيربو افيري، افيري يعني يملك، طبعا خدنا من شويه فيربو اسر اللي هو يكون. تعال نشوف دلوقتي تصريف فيربو افيري، نشوف كده مع بعض. ايو او، ايو او انا املك، تو اي، تو اي انت تملك او انت تملكين، عشان عارفين ان تو انت او انت. لوي ا، لوي ا هو يملك، لي ا، لي ا، نوي ابيامو، نوي ابيامو نحن نملك، فوي افيتي، فوي افيتي، لورو انو، لورو انو هم يملكوا او هن يملكون. تمام زي ما انتم شايفين ان فيربو افيري هنا الاكا زي ما قلنا لما جيت شرحت الحروف قلت ان الاكا في اللغه الايطاليه اوناليترا موتا، يعني اوناليترا موتا حرف نونسي برونونشا ما بيتنطقش، علشان كده انا قلت هنا ايو او تو اي لوي لي ا، ما قلتش هنا هو هاي وهكذا، لا ما قلتش بالطريقه ديت عشان الاكا عندنا في اللغه الايطاليه نون سي برونونشا ما بيتنطقش، حرف لا ينطق، علشان كده نهيت تاني تصريف الفعل اللي هو فعل يملك ايو او تو اي لوي لي ا نوي ابيامو فوي افيتي لورو انو لورو انو، كل ده بمعنى يملك وده فعل مهم جدا. تعال نشوف مع بعضنا دلوقتي مجموعه امثله على فيربو افيري عشان بعد شويه ان شاء الله هناخد الارقام واقدر اقول انا عندي 15 سنه 16 سنه، اقدر ايه اقول السؤال بتاع السن او العمر. لو بصينا مع بعض كده هنا على امثله ايزيمبي فور اكزامبل، يجي هنا ايو او 12 اني، ايو او 12 اني يعني انا عندي 12 سنه، 12 اني اني يعني سنوات. نبص هنا كده اجي اقول لك مثلا تو اي اونا ماكينا روسا، تو اي اونا ماكينا روسا يا انت تملك عربيه حمراء، ماكينه لسه شايفينها، روسا اللي هو اللون الايه الاحمر، تو اي اونا ماكينه روسا. لوي ا دوي كاني، لوي ا دوي كاني هو يملك ايه كلبين، هو يملك وعنده ايه كلبين، كاني طبعا يعني ايه كلب، لوي ا دوي كاني. لي ا اون جاتو، لي
اون جاتو، هي تملك ايه؟ قطة. جاتو يعني ايه؟ قطة. هي عندها ايه؟ قطة. لي اون جاتو، فعل مهم جدا، هو فيربو اسري في اللغة الإيطالية. نبص هنا، نوي ابيامو اونا بيلا كازا. نوي ابيامو اونا بيلا كازا، معنى ايه الجملة دي؟ نحن نملك بيلا كازا، يعني بيت ايه؟ منزل جميل. بيلا كازا يعني منزل جميل. نبص هنا، لورو انو اون كمبيوتر. لورو انو اون كمبيوتر، يعني هم يملكون ايه؟ جهاز كمبيوتر، هم عندهم ايه؟ كمبيوتر. لورو انو اون كمبيوتر، تمام. طيب تعال نشوف مجموعة، زي ما شفنا من شوية، مجموعة تمارين على فيربو اسري، وقدرنا من خلالها ان احنا ايه؟ نحل حوالي 12 جملة. تعال نشوف دلوقتي مع بعضنا مجموعة اختيارات على فيربو افيري، ونشوف مع بعضنا الطبق اللي احنا درسناه دلوقتي. تعال نشوف احنا فاكرين. نبص كده، طبعا نفس الطريقة، بيجي لنا اختيارات زي ما شفنا فيربو اسري، ايو ام بيكولو كان، بس هنا في الحالة دي هو عايزنا نختار ايه؟ نختار فيربو افيري. بيقول لنا شاليري، ايو ام بيكولو كان. بيكولو كان يعني ايه؟ كلب صغير. ايو يا ترى اقول ايو اي ولا ايو ا ولا ايو او؟ لسه شايفين من شوية تصريف فيربو افيري مع الضمير ايو. الاختيار الصحيح والاختيار رقم 3، ايو اوم بيكولو كاني، انا املك ايه؟ كلب صغير. بيكولو يعني صغير، تمام. لورو اونا بيتشيكليتا روسا، يا ترى اقول هنا في الحاله دي لورو افيتي، لورو ابيامو، لورو انو. طبعا بيتشيكليتا، بيتشيكليتا اللي هي عجله، وساعات حتى هنا برضو في اللغه العاميه بنقول على عجله ايه؟ بسكليتا، فهي قريبة جدا من اللغة الإيطالية، احنا عندنا النطق بتاعها بيتشيكليتا. لورو اونا بيتشيكليتا روسا، افيتي ابيامو انو. طبعا الاختيار الصحيح والاختيار رقم 3، لورو انو اونا بيتشيكليتا روسا، هم يملكون ايه؟ عجلة حمراء، تمام. نبص هنا، نوي اونا بورسا نوفا. نوي اونا بورسا نوفا، زي ما احنا شايفين كلمة بورسا معناها شنطة الخروج اللي هي بالنسبة للبنات، أما الشنطة بتاعت الدار، شنطة المدرسة اللي هي بتطلع الدار، اسمها في اللغة الإيطالية زاينو، اسمها إيه؟ زاينو. أما بورسا اللي هي شنطة الخروج بتاعت اللي هي البنات. نوي اونا بورسا نوفا، يا ترى أقول نوي أنو، نوي أفيتي، نوي أبيامو. طبعا الاختيار الصحيح لو فاكرين من شوية قلنا إيه؟ قلنا نوي ابيامو اونا بورسا نوفا، فالضمير نوي بياخد تصريف فيربو افيري ابيامو. نبص كده، ماريو اونا بيلا كازا، عاوز اقول ماريو عنده منزل جميل. ماريو اونا بيلا كازا، يا ترى اقول اي ا او؟ طيب نشوف هنا، فاكرين من شويه قلنا ماريو ده كانه ضمير ايه؟ انا ولا انت ولا هو؟ طبعا ماريو كانه هو، ففي الحالة دي اعتبره الضمير ايه؟ لوي هو، فهختار هنا يا شباب ماريو ا ونابيلا كازا، عشان هنا صرفت ماريو كانه ايه؟ لوي. شايفين التحولات اللي احنا شفناها من شويه بتاعت ايو وماريو تو ايكارلو، مهمه جدا، هتفيدني سواء فيربو اسري او فيربو افيري او اي فعل ياخده ان شاء الله ايه؟ او ادرسه في اللغه الايطاليه. نمرة تشينكي، المسار رقم 5، قال لنا باولو ايدينو امبيل جاتو. باولو ايدينو امبيل جاتو، عايز اقول ان باولو ايدينو عندهم ايه؟ قطة جميلة. طيب باولو يدينو ده كأنه ضميري انا ولا انت ولا نحن ولا هما؟ لسه قايلين من شوية انه لقيت اي اسمين، كارلو اي ماريو، محمد واحمد، مثلا ماريا اي سارة، يبقى هنا قالنا باولو يدينو اسمين كأنها نحن ولا هما؟ طبعا في الحالة ديت ماريو او باولو يدينو كأنها ضميري لورو، فتعال نشوف مع بعضنا دلوقتي ايه الاختيار المناسب مع الضمير لورو. قال لنا هنا باولو يدينو امبيل جاتو، قطة جميلة، في الحلقة دي اعتبرهم الضمير لورو، فهختار ايه؟ انو باولو يدينو انو امبيل جاتو، عندهم ايه؟ قطة جميلة. مرسي قال لنا ان دينو اد ايو، طبعا دينو اد ايو هي هي ايو ادينو، يعني انا ودينو او دينو وانا، هي هي كانها يا شباب نوي. اونا مادري بونا، مادري يعني ام، بونا يعني ايه؟ طيبة، ام ايه؟ طيبة. طيب دينو ايد ايو اونا مادري نو بونا، هل اختار ا او ابيامو؟ في الحاله دي دينو ايد ايو كانها ضمير يا شباب، كانها ضمير ايه؟ نوي، كانها ضمير نوي، ففي الحاله دي اختار ايه؟ ابيامو، تمام كده. طيب
هنخرج فاصل ونرجع بعد الفاصل ونكمل مع بعض التمارين ونشوف ايه اسئله. اهلا وسهلا بكم اعزائي طالبي وطالبات الصف الاول الثانوي. كان قبل الفاصل شفنا مع بعضنا مجموعه تمارين على فيربو افيري، مجموعه تمارين على فيربو اسري. قبل ما نكمل مع بعضنا تعال نفتكر مع بعضنا كده سريعا تصريف فيربو اسري اللي هو يكون. يلا ايو سونو تو سي لوي لي اي نوي سيامو فوي سيتي لورو سونو. وده بمعنى ايه؟ يكون. درسنا بعديه فيربو افيري اللي هو يملك. طب نراجع مع بعض قبل ما نشوف التمارين. ايو او تو اي لوي لي ا نوي ابيامو فوي افيتي لورو انو. كل ده بمعنى ايه؟ يملك. طيب تعالوا نكمل مع بعض دلوقتي مجموعه التمارين اللي احنا كنا بنحلها قبل الفاصل. لو بصينا مع بعض اخر مثال وقفنا عليه، المثال لما قال لي هنا دينو اد ايو. دينو ايه؟ دينو وانا. اونا مادري بونا، ام طيبه. يبقى اه ولا او ولا ابيامو؟ قلنا في الحاله دي ان دينو اد ايو كانه ضمير ايه؟ كانه ضمير نوي. فلو بصينا كده طبعا الاختيار الصحيح هو الاختيار رقم ثلاثه اللي هو ايه؟ ابيامو نوي ايه؟ ابيامو. تمام؟ نعم. رجعت نبص كده. الو، طيب معانا تليفون كده. الو، الاء، الو الو، اتفضلي يا الاء. انا كنت عايزه اشارك مع حضرتك. اتفضلي اتفضلي، اي سؤال في الحلقه ممكن اجيب عليه اتفضلي. لا انا عايزه اشارك اجاوب. عايزه اجاوبي؟ طيب طيب ماشي، نجاوب السؤال ده يا الاء. ماشي اتفضلي معايا. بيقول لنا هنا السؤال ده راجاتسي وفيرجولا فاصله اي فوستري كوادرني. طيب في الحاله دي يا الاء يا ترى افيتي ولا انو ولا ام؟ اعتبر راجاتسي كانها ضمير ايه؟ لورو. لا خلي بالك في فاصله. في فاصله، فدي هتغير، ناخد بالنا من يبقى الفاصله. بوي. برافو، ايوه كده ناخد بالنا من الفاصله، ففي الحاله دي صح كانها فوي. طب تبقى افيتي. طيب نشوف كده الاجابه. صح، برافو يا الاء، في الحاله دي فعلا هتبقى افيتي. فراجاتسي وفاصله فعلا لما انت شفت الفصل اعتبرتها الضمير فوي فخليتها ايه؟ افيتي. طيب تحب تكملي سؤال تاني؟ ماشي. طيب ماشي يا الاء، نشوف مع بعض كده سؤال رقم 8. بيقول هنا لي اميتشي، دي اللي انت كنت قصدك عليها اللي هي جمع. لي اميتشي امبل كاني، الاصدقاء عندهم ايه؟ كلب جميل. طيب لي اميتشي كلمه جمع، اعتبرها هنا ضمير ايه يا الاء؟ هنعتبرها لورو. صح، هي في الحاله دي هتبقى لورو عشان ما فيش فاصله لي اميتشي. طيب يا ترى لورو بتاخد ايه؟ لسه في من شويه، ترى افيتي ولا انو ولا ايه؟ هتاخد انو. برافو، طب نشوف كده الاجابه. فعلا الاجابه الصحيحه لياميتشي انو امبيل كان، الاصدقاء عندهم ايه؟ كلب جميل. تمام، ففعلا لو خدت بالك اهم حاجه الفاصله، شوفي لما شفت الفيرجولا في اول مره خليتها فوي، لما فيش الفيرجولا الفاصله كانها ايه؟ كانها لورو الالة. تمام، في اي سؤال تاني في الحلقه؟ في حاجه عاوزين نشرحها نراجع عليها؟ في حاجه؟ لا شكرا لحضرتك. شكرا لاتصالك يا الاء. تمام، نرجع لموضوعنا تاني. طبعا الاء زي ما اكد تاني على حته الفيرجا والفاصله اللي احنا ضروري جدا ناخد بالنا من الامتحان. الفيرجا لو موجوده اللي هي الفاصله هتغير المعنى تماما، معناها كده ان ايه؟ الشخص اللي انا بكلمه واقف قدامي. اما لو ما فيش الفيرجا الفاصله دي طبعا ايه؟ كانها ضمير غائب اللي هو ايه؟ هو او هم حسب اللي بيتكلم. تمام؟ طيب نكمل باقي التمرين مع بعض كده يا شباب. طبعا الاء ساعدتنا ليه؟ جاوبت اجابتين. طيب نشوف التمرين رقم 9 او جمله رقم 9. بيقول لنا هنا تو اي ماريو، تو اي ماريو اون كمبيوتر. طيب لسه شايفين التركيبه دي من شويه، تو اي ماريو، انت وماريو كانها يا شباب؟ كانها ضمير فوي، انتم، انت وماريو. فاعتبر التركيبه ديت لسه شايفينها من شويه كانها فوي. ففي الحاله دي اختار ان افيتي ولا انو ولا ابيامو؟ لسه قايلين ان تو اي ماريو، انت وماريو كانها ايه؟ كانها فوي. ففي الحاله دي اختار ايه؟ افيتي اون كمبيوتر. تمام، ايه عندكم كمبيوتر؟ نبص هنا. البروفيسوري مولتي ليبري، البروفيسوري مولتي ليبري. طبعا البروفيسوري كانه ضمير ايه؟ البروفيسوري طبعا كانه لوي اللي هو هو. تمام، كانه لوي اللي هو ايه؟ هو. طب في الحاله دي اختار او ولا اي ولا اه؟ طبعا البروفيسور كانه لوي، ففي الحاله دي اختار يا شباب الضمير
او الاختيار رقم 3 اللي هو طيب معانا تليفون تاني. الو الو، معانا نور. الو الو، السلام عليكم، ازيك يا نور؟ وعليكم السلام، ازي حضرتك يا سنيور؟ الحمد لله. لو سمحت كان عندي سؤال. اتفضلي. هو لو قابلني كلمة انجليزية او اخر حرف فيها ساكن، تمام، اتعامل على اساس ان هي مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث؟ تمام، سؤال جميل جدا. بص يا نور، اغلب الكلمات عندنا في اللغه الايطاليه كلمات الانجليش، زي كمبيوتر، زي انترنت، زي فيلم، زي سبورت، كل دي كلمات بتنتهي بساكن. واحنا قلنا الحلقه اللي فاتت ان انا بعرف نوع الاسم من اخر حرف، صح؟ وقلنا لو الاسم اخره او يبقى مفرد مذكر ماسكيلي مذكر. سينجولاري. طب لو اخره اي يبقى نوعه ايه؟ مفرد مفرد، مؤنث. صح، مفرد مؤنث. طب لو اخره اي هيبقى جمع ايه؟ جمع مؤنث. جمع جمع مذكر. مذكر، صح. لو اخره ايه ايطاليانا تبقى جمع جمع ايه؟ مؤنث. مؤنث. طيب لو قابلني كلمه قبلها ساكن، هي معظم الكلمات اللي بتنتهي بساكن في اللغه الايطاليه هي بتعتبر كلمات مفرد مذكر. طيب كلمات مفرد ايه؟ مفرد مذكر. مذكر. ولما تيجي تجمع لا تجمع، اداه التعريف بس هي اللي تجمع، وادوات التعريف دي ان شاء الله هشرحها في الوحده الايه الثانيه. بس ان اغلب شاء انواع الله. الكلمات دي مذكر، خلاص. باستثناء بعض الكلمات ان شاء الله في ثالثه ثانوي كده هناخدها، زي كلمه اسمها بند وكلمه اسمها بلاي ستيشن وميل. ولكن حتى الان مو اغلب الكلمات اللي هي في اللغه الايطاليه كلمات انجليش تنتهي بساكن نعتبرها مذكر، كلمات مذكره. اوكي، شكرا يا تمام. سنيور، وحابه كمان اشكر حضرتك على الحلقات الجميله دي، اتمنى دايما تنورنا، والله حببتنا في اللغه جدا. العفو العفو يا نور، بالتوفيق ان شاء الله مع ليكم كلكم يا رب، ومزيد من النجاح والتفوق يا رب ان شاء الله. ماشي، شكرا يا نور على اتصالك. تمام، نكمل مع بعضنا. طبعا سؤال جميل جدا، سؤال بتاع الكلمات ينتهي بساكن، عشان اكيد بتقابلنا زي كلمه من شويه اللي احنا قابلناها، كلمه كمبيوتر اللي كنا بنحل عليها، ففعلا الكلمات دي اغلبها بتبقى مذكر. طيب نكمل مع بعض تصريف الافعال. قال لنا هنا جوليا تشيلولاري، طبعا كلمه تشيلولاري زي ما احنا شايفين في الصوره اللي هي معناها ايه؟ موبايل. وخدنا كلمه تشيلا وفاكرين في الحلقه السابقه من انواع الايه؟ من المفرد المذكر الشاذ، ماسكيلي سينجولاري ايريجولاري، من الكلمات اللي هي بتنتهي بايه؟ كلمات مفرد مذكر ايه؟ شاذ. طيب تعال نحل مع بعضنا جوليا تشيلولاري. عاوز اقول ان جوليا تملك ايه؟ تليفون. طيب جوليا هنا اعتبرها ضمير ايه؟ يا ترى ايو ولا اي ولا طبعا هنا في الحاله ديت جوليا اعتبرها ضمير لي، لي يعني هي. ففي الحاله دي الاختيار المناسب هيبقى رقم 3 اللي هي لي اون تشيلولاري. طبعا في كلمه بتساوي تشيلولاري في اللغه الايطاليه اسمها تليفونينو. فلو شفت كلمة شيلولاري أو كلمة تليفونينو الاتنين بمعنى إيه؟ موبايل، تمام؟ دو دي تشير رقم 12 بيقول لنا سينيور فيرجولا الليبرو دي إيطاليانو. لسه شايفين من شوية وأكدت عليها، كنا شفناها في المثال بتاع البروفيسوري. لو شفت سينيور وفاصلة معناه إن في سينيور واقف قدامي. طب ينفع أكلمه بتو أنت ولا لازم أكلمه بصيغة الاحترام الفورما دي كورتيزية؟ لو فاكرين، لو شفت مثلا سينيوري سينيورا بروف دوتوري، يا ترى صيغه الاحترام في اللغه الايطاليه هو الضمير ايه؟ صح، اللي هو الضمير اللي هي حضرتك. ففي الحاله دي في المثال ده اعتبر سينيور مش تو، ما ينفعش اقول له تو هنا انت، في الحاله دي اعتبره الضمير لي اللي هو حضرتك. طيب فاكرين مع ليه يا ترى بختار او ولا اي ولا لو بصينا كده طبعا الاختيار رقم 3 هو المناسب، سينيور كانها لي، فاختار الضمير ايه؟ لي تمام. طيب بعد ما شفنا مع بعض فيربو اسر وافيري، وعدتكم ان انا جايب لكم ثلاث اسئله كده كونفرزاسيوني، محادثات بسيطه كده، هنتعلم مع بعضها دلوقتي ازاي اسال عن الاسم. شوف السؤال بتاع الاسم، ازاي اسال عن الجنسيه، عاوز اقول مثلا جندي دوفي سي، جنسيتك ايه. ثالث حاجه السؤال بتاع العمر او السن، عاوز اقول عندك كام سنه. طيب طبعا اجلتهم ليه في اخر الحلقه؟ علشان كنا لازم ندرس الاول فيربو اسر وفيربو افيري اللي هو فعل يكون ويملك، علشان يسهل عليا اجابه الاسئله اللي احنا هنشوفها دلوقتي. تعال نشوف دلوقتي لو انا عايز اسال عن الاسم، نشوف كده كونفرساتسيوني محادثات، نبص النومي. طبعا النومي اللي هو الايه؟ الاسم. السؤال بتاع الاسم زي ما انتم شايفين كده، قولوا معايا كومي تيكيامي، كومي تيكيامي، كومي تيكيامي، يعني كومي تيكيامي ما اسمك، يبقى كومي تيكيامي ما اسمك. طيب في اجابتين ممكن اجاوب، اقول ايه؟ ميكيامو ماريو، ميكيامو كارلو، ميكيامو ندى، ميكيامو رانيا، اي اسم. يبقى كومي تيكيامي ما اسمك، الرد عليها يقول ايه؟ ميكيامو ماريو او اي اسم. وممكن اقول كمان استخدم فيربو اس اللي لسه واخده، ممكن اقول ايو سونو ماريو. يبقى لما حد يقول لك مثلا كومي تيكيامي ما اسمك، ممكن ترد عليه تقول ايه؟ ميكيامو، وبعدين تقول الاسم او تقول ايو سونو.
مي كيامو او ايو سون. يبقى كوميتي كيامي ده السؤال بتاع الايه؟ النومي اللي هو الاسم. تمام؟ طيب تعال نشوف السؤال بتاع كلمة لا ناتسيوناليتا. نعيدها تاني، كلمة ناتسيوناليتا يعني ناتسيوناليتا اللي هي الجنسية. ايه السؤال بتاع الجنسية زي ما انتم شايفين؟ اللي هو مثلا اقول لك انت منين؟ اقول لك دي دوفي سي، دي دوفي سي، دي دوفي سي. يعني دي دوفي سي يعني انت منين؟ بس عن الجنسية. لو انت عاوز تسأل حد عن جنسيته تقول دوفي سي. في الحالة دي يرد عليك يقول لك ايه؟ ايو سونو، انا اكون ايطاليانو او مثلا ايجيبسيانو او امريكانو او انجليزي حسب الجنسيه. يبقى دي دوفي سي، انت منين؟ ايو سونو ايطاليانو، ايو سونو ايجيبسيانو. طبعا ده لو ولد. طب لو بنت، لو فاكرين لو بنت مفرد مؤنث ينفع تقول عن نفسها ايطاليانو او ايجيبسيانو؟ لا، في الحاله دي تقول ايو سونو ايطاليانا او ايو سونو ايجيبسيانا. صح، نغير اخر حرف ونخليها مفرد ايه؟ مؤنث. يبقى اقول الثاني السؤال بتاع الناتسيوناليتا، السؤال بتاع الجنسيه، دي دوفي سي، دي دوفي سي يعني انت منين؟ ايو سونو ايطاليانو او ايو سونو ايجيبسيانو. تمام؟ طيب تعال نشوف السؤال رقم ثلاثه اللي هو بتاع الايتا. نعيد تاني كلمه ايتا. يعني كلمه ايتا؟ اللي هو العمر او السن. ايتا اللي هو العمر. ايه السؤال بتاع العمر؟ طيب نعيد مع بعضنا كده، كوانتي اني اي. نقول تاني، كوانتي اني اي، كوانتي اني اي. يعني كوانتي اني اي؟ كم عمرك؟ عندك كم سنة؟ طيب هجاوب بيه؟ طبعا هجاوب بفيربو افيري اللي هو يملك. عاوز اقول انا عندي كذا، اقول ايو او، انا عندي مثلا سيدي تشي اني 16 سنة. لسه الارقام هنشوفها بعد شوية. يبقى كوانتي اني اي، كم عمرك؟ ايو او سيدي تشي اني. تمام كده؟ يبقى نراجع سريعا كده الثلاث اسئله اللي احنا خدناهم دلوقتي، بتوع الكونفرزاسيوني، كونفرزيشن المحادثات، السؤال بتاع الاسم كوميتي كيامي، كوميتي كيامي ما هي اسمك؟ الاجابه مي كيامو، مثلا ماريو مي كيامو، او ممكن اقول ايو سونو ماريو، ايو سونو كارلو، اي اسم. طيب السؤال اللي احنا شفناه من شويه برضو، السؤال بتاع الجنسيه لا ناتسيوناليتا، دي دوفي سي، دي دوفي سي يعني دوفي سي انت منين؟ اجي اقول هنا ايو سونو ايطاليانو او ايو سونو ايجيبسيانو. خدنا السؤال بتاع الايتا، الايتا اللي هو الايه؟ العمر. كوانتي اني اي، كوانتي اني اي، اقول مثلا ايو او سيدي تشاني، ايو او سيدي تشاني، اقول انا عندي كذا. تمام؟ طيب بعد ما خدنا سؤال، بعد ما خدنا فيربو افيري اللي انا اقدر اقول بيه عن السن والعمر، لازم اكون عارف طبعا الارقام عشان كل واحد يقدر يقول مثلا عندي 15 سنه، 16 سنه، 17 سنه، نقدر ايه نعبر عن السن المناسب. تعال نشوف مع بعضنا دلوقتي النص الاول، احنا مطالبين الارقام من 1 ل 30 زي ما موجود في الوحده الايه؟ الثانيه والثالثه. تعال نشوف مع بعضنا دلوقتي اينوميري الارقام باللغه الايطاليه. نومري اللي هي توم. نبص كده ارقام من 1 ل 10 كده، نو سي، سي نوفي سي نخ طبعا توم اللغة عند تسعة. الأرقام دي مش غريبة في العلني، بنسمع كده مزاد على قوم هو يعني كده
ارقام مثلا لغايه 20. اتشي اربعة. مين دي؟ بنيجي في شريم الى الارقام quindi 17 19 عاوز اعد مثلا من 20 طريق. قلت لكم اهم حاجه بالنسبه لي اكون حافظ من 1 ل 10 يعني هو خمسة وعشرين عشرين ست انت حزي اللي هي في اخر ما ينفعش حرفين متحركين علشان يقولوا مثلا اونو طب ليه عملنا كم عملنا طيب نعيد اخر انت عاوز اعد برضو 31 اقول ايه 30 كده اقدر اقول اللغه الايطاليه سم. فكرته انتك يا ما انا بس اجي اقول انت امي ولا الناس العملة العملة طائلة مثلا ايو سونو الجنسية فبتبقى جدا واحدة الأولى اللي هو هنا كده هنا هنا مي بريزنتو كواندو
اقدم نفسي بيري بياتشي. تشرفنا مكيا اختاري بيري مكيامو مثلا. الجملة دي بتعبر كوان يعني او احيي فيني اجي اسلم على شاو معروف اصدقائي الصبح وراح على اصدقائي النبي بيقول لنا كواندو كل انا بقول بسأل كونو اي بعمل ايه كييدو لناسيونيتا عن اقول اختار ايه سون كواندو كييدو ليتا كواندو عندما كييدو ليتا. لسه شايفين من شويه كلمه ايتا اللي هو السؤال بتاع العمر، عاوز اقول عندك كام سنه. يا ترى اقول اول اختيار مثلا كومستاي، يعني كومستاي كيف حالك، طبعا الرد بتاع هستو بيني او كوزي كوزي هناخدها ان شاء الله في الوحده الثالثه. كومستاي كيف حالك، ولا اقول له كوانتي اني اي كم عمرك، ولا اقول الاختيار الثالث دي دو في سي انت منين. طبعا هنا بيقول لك ايه كييدو ليتا، بسأل عن الايه العمر. ايه السؤال بتاع العمر يا شباب اللي هو طبعا الاختيار رقم اتنين اللي هو كوانتي كوانتي اني اي. نعيد تاني كوانتي اني اي، يعني كوانتي اني اي اللي هي كم عمرك. تمام كده. طيب نشوف الموقف اللي بعده، بيقول لنا هنا كواندو ديكو عندما يكون، ممكن يجيب لك العكس بقى في الامتحان، يقول لك ايو او تريديتش عني، انا عندي كام 13 سنه. يا ترى كده انا بقول الايه الميو نومي، بقول الاسم، ولا بقول لاميا ايتا العمر، ولا لاميا ناتسيوناليتا لما اجي اقول ايو تريديتش عني عند 13 سنه، او ايو سيديتش عني عند 16 سنه، يبقى كده انا بقول العمر. طب ايه كلمه العمر او السن اللي انا لسه حافظينها واتكررت مرتين قبل كده؟ طبعا الاختيار رقم كام اتنين اللي هو لاميا ايتا ايو او تريديتش عني، انا عندي 13 سنه، كده انا بقول الايه الايطاء اللي هي العمر. تمام. طب عندنا سؤال تاني كده بيقول لنا كواندو كييدو النومي، عندما اسال عن الاسم كييدو النومي. هنا طالب او بيسالني بيقول لنا ايه السؤال بتاع الاسم، لسه قايلينه من شويه واتدربنا عليه. يا ترى اقول كوميتي كيامي ما اسمك، ولا دي دو في سي انت منين، ولا كوانتي اني اي كم عمرك. لا في الحالة ديت بيقول لك كييدو انه بسأل عن الاسم، طبعا الاختيار رقم واحد اللي هو ايه كوميتي كيامي، يعني كوميتي كيامي اللي هو ما اسمك. فاكرين كان الاجابة ايه ميكيامو او ايو سونو. تمام. رقم سبعة لما اجي اقول لك مثلا ايو سونو ايطاليانو، ايو سونو ايطاليانو، او اقول لك سونو ايطالياني هم بيكونوا ايطاليين، يبقى كده في الحالة دي انا بقول لا ميا ديسكريتسيوني كده بقول الوصف، ولا ميا ايتا العمر، ولا لا ميا ناتسيوناليتا لا الجنسيه. لما اجي اقول لك يو سونو ايطاليانو، انا ايطالي، ايجيبسيانو مصري، يبقى كده انا كده بقول الجنسيه. طب ايه كلمه جنسيه يا شباب اللي احنا حفظناها مع بعض اللي هي كلمه ناتسيوناليتا، اسمها ايه ناتسيوناليتا، ناتسيوناليتا اللي هي الايه الجنسيه. تمام.
طيب سؤال تاني مهم جدا، كواندو لا ماتينا سالوتو كوالكونو ديكو بيلينا كواندو، يعني عندما لا ماتينا، كلمة لا ماتينا مهمة جدا، يعني ايه ماتينا؟ في الصباح. سالوتو كوالكونو لما اجي اقابل حد الصبح مثلا اسلم عليه، يا ترى اقول له بونجورنو صباح الخير، ولا بونا سيرا مساء الخير، ولا بونا نوتي تصبح على خير؟ طبعا لا ماتينا في الصباح اكيد اقول له ايه؟ بونجورنو. يعني بونجورنو؟ بونجورنو اللي هي صباح الخير، اما الكلمه اللي تحتها بونا سيرا اللي هي مساء الخير، يبقى انا لا ماتينا في الصباح اقول لاصدقائي بونجورنو، بونجورنو اللي هي ايه؟ صباح الخير. تمام. رقم 9 بيقول لنا هنا كواندو انكونترو، عندما اقابل، انكونترو يعني يقابل، اون كومبانيو نوفو اسكولا. يعني كلمه كومبانيو؟ كومبانيو بتساوي كلمه اميكو، لسه احنا درسنا مع بعضنا وشفناها في الحلقه اللي فاتت وفي بدايه الحلقه، كلمه كومبانيو اللي هي صديق، وبرضو عندنا كلمه اسمها اميكو اللي هي صديق. هنا يعرفني دلوقتي في الموقف ده كواندو انكونترو، عندما اقابل اون كومبانيو نوفو او اميكو نوفو، صديق جديد في المدرسه، صديق كده لسه جاي جديد في المدرسه، يا ترى اقول له ايه؟ نبص كده في الاجابات اللي عندنا والاختيارات اللي عندنا. كواندو انكونترو اون كومبانيو نوفا اسكولا، عندما اقابل صديق جديد في المدرسه، يا ترى اقول له جراتسي شكرا، ولا بين فينوتو مرحبا، ولا ادوبو اشوفك بعدين؟ طبعا في الحاله دي اقول له ايه؟ بين فينوتو، يعني بين فينوتو مرحبا بك في المدرسه. تمام كده انا برحب بيه. طبعا هو الاختيار رقم كام؟ 2 اللي هو بين فينوتو. تمام. طيب هنا ساعات بيجيب لك العكس، لما اجي اقول لك ديكو بونجورنو، بونجورنو اللي هي صباح الخير، يا ترى كواندو سالوتو كوالكونو، يعني لما اجي اسلم على حد يا ترى اقول له امتى؟ لا ماتينا في الصباح، ولا لا سيرا، ولا البومريجو؟ طبعا بونجورنو اكيد بقولها ايه؟ لا ماتينا في الصباح. طبعا في نهايه الحلقه اتمنى تكونوا استفدتوا بالكم اللي احنا خدناه، فيربو اسر وافيري ومواقف، وتعرفنا على مجموعه اسئله. اتمنى الحلقه تكون استفدتوا منها وعجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه مع سنيور اسلام مجدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.